بفتح الباب. تعالي تعالي، دي الارض وده السلم ودي الفيلا وده انا. تسمحي لي؟ هيحصل ها؟ خلينا بقى ايه؟ يا سلام. انسي بقى هوا التكييف، نشوف الهوا الطبيعي. انا عايزك تحلمي دريم، ها؟ احلمي يلا. كمان فتح الشباك عشان نشوف ونسمع كل حاجة بوضوح. ده غبي قوي قوي قوي. شعري ياسر وده ولا ماجيك. خد انت كمل تصوير عشان انا اعرف اركز كويس. لا لا لا، صور انت صور انت. انا ما بقاش فيها اعصاب بجد اصور، فمعلش خد انت كمل، مش عارف امسك التليفون. لا لا، امسك انت التليفون وانا هسندك. لا طب انا عندي حل عادل. ايه؟ انت خد صور انت وانا هتفرج واحكي لك. لا ما انا عايز اشوف العرض الاول. انجز بقى، احنا مش جايين نهرج. خلاص حاضر، هات هات. انجز خد صور. ماشي. ايوه ايوه بقى، صورت دي؟ اه صورت دي. اعمل زوم. الله يخرب بيتك، انت بتصورنا احنا كمان عشان نتفضح؟ انت حمار. هكمل انا تصوير. ماشي ماشي. بتعمل ايه يا يونس؟ انت بتصور راجل بس، صور البت اهم. لا يا عم في ايه؟ دي اعراض ناس. انت ما عندكش اخوات بنات ولا ايه؟ مفيش نخوه مفيش رجوله يا ابني. امال احنا جايين نعمل ايه؟ ما هو لازم نصور البت عشان يبقى في حاجه ننزل له بيها، وبعدين بقى نبقى نتفرج على الفيديو ده براحتنا. تصدق انت عندك حق. ماشي خلاص، انا هصورهم هما الاثنين، بس هي هبقى انغمش على وشها كده عشان مش عايزين نفضحها هي، احنا عايزين نفضحه هو. اه ده انا هفرج عليه امه لا اله الا الله. هعمل له فيديو اللي ما هيشتري يتفرج عليه. يا جماعه انا بعمل الفيديو دوت عشان اقدم اعتذار رسمي للدكتور يونس. الفيديو اللي حصل المره اللي فاتت واللي انا نزلته ده كان سوء تفاهم. عشان كده انا بقول لكل الناس ان الدكتور يونس دكتور خلوق ومحترم ومهذب. وبنصحكم جميعا ان اي حد يشعر بتعب او الم او اي نوع من انواع المرض انه يتصل بيه فورا. هيجيله لحد البيت وهيلاقيه الاخ والصديق والاب الحنون، وهيلاقيه مصدر ثقه لاهل البيت كمان. وعشان كده بطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا شير للفيديو ونفعل الهاشتاج إسعاف يونس.